بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلبتي نلتقي في الأسبوع الثالث، وفي هذا الأسبوع نستكمل الحديث عن استقلال الأردن بالقيادات الهاشمية من الشريف الحسين بن علي وصولاً إلى الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. سيكون لنا حديث طلابي عن الميثاق الوطني، ونتحدث عن أبرز بنوده، وهي أن إمارة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة برئاسة سمو الأمير عبد الله بن الحسين الأول وأعقابه من بعده. لا يعترف شرق الأردن بمبدأ الانتداب إلا بوصفه مساعدة نزيهة لمصلحة البلاد. يجب أن تكون الانتخابات حرة مصونة من كل تدخل، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. تبع طلابي المؤتمر الوطني الأول مؤتمرات عديدة وأخرى بين عام 1929 إلى عام 1933. ساندت جهود الأمير عبد الله في السعي نحو الاستقلال، وعكست المؤتمرات آنذاك الوحدة الوطنية، وحدة الشعب، التفافه حول القيادة، نمو الوعي السياسي، النضج الفكري لدى الأردنيين بوقت مبكر من تاريخ الإمارة، وقدرتهم على مواجهة الأحداث السياسية التي تهددها آنذاك. واصل الأمير الحسين بن عبد الأمير عبد الله بن الحسين والأردنيون نضالهم للحصول على الاستقلال، وأرسلت المذكرات الاحتجاجية الشعبية والرسمية إلى عصبة الأمم بصفتها منظمة دولية إلى الحكومات البريطانية وبوصفها الدولة المنتدبة على الأردن، وعمت الاحتجاجات الشعبية مدن الأردن وقراه كافة للمطالبة بالاستقلال. وفي عام 1945 اعترفت بريطانيا بقرار هيئة الأمم الذي نص على أن الأردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها، وهي ما كانت المرحلة لتتم إلا بجهود القيادة الهاشمية والوعي الأردني الطموح في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستمدة والمستندة إلى المنهج والنهج الديمقراطي. وإعلان الاستقلال كان تأكيد عندما ذهب سمو الأمير عبد الله الأول إلى بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء إبراهيم هاشم من أجل استكمال الاستقلال وإجراءاته. السؤال هنا الوزاري: من الذي رافق الملك عبد الله الأول إلى بريطانيا؟ الجواب: رئيس الوزراء آنذاك هو إبراهيم هاشم. من هو رئيس الوزراء في عهد الملك عبد الله الأول؟ إبراهيم هاشم. هذا من الصيغ التي يتم الحديث عنها بالامتحان الوزاري. وعندما رفع هذا القرار الملك عبد الله الأول وشحه بالعبارة: متوكلا على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي. والقرار هو كان أن تحل عبارة المملكة الأردن الهاشمية مكان الإمارة، أن تحل عبارة جلالة الملك محل عبارة سمو الأمير، إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي. وهذا من الأسئلة الوزارية المهمة، أي من هو، كيف أو ما هو نظام الحكم في الأردن؟ نيابي ملكي نيابي وراثي. وآخر شيء أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات والاتفاقات بين الدول. هذا طلابي مجمل الحديث، وسيكون لنا لقاء بحول الله عن الراية الأردنية وشعار المملكة الأردنية الهاشمية. دمتم برعاية الله وحفظه طلاب الأعزاء.